يسعدني أن أوجه التحية لجميع إخوتي السوريين داخل سوريا وعلى امتداد العالم. وجه لهم التحية والتهاني بانتخاب السيد الرئيس دكتور بشار الأسد. أتساءل لماذا يستغربون هذه الهبة المدهشة والرائعة؟ شاءوا لنا أن نموت وحاولوا طوال 10 سنوات بكل ما يملكون من قوى، بكل ما يملكون من حيل، وأرسلوا لنا مئات الألوف من القتلة وظنوا أنهم قضوا على سوريا، وإذ بسوريا تظل واقفة بالرغم من كل من تابها من ألم، من وجع، من قتل، من تشريد، من جوع. سوريا وقفت كما كانت دائما وستقف، ستقف بكل إباء، بكل إيمان. إيماننا بوطننا هو الذي جعلنا نضحي بالغالي الغالي، ولكن جعلنا نقف، ونقف بإيمان، وتحدينا المستحيل حتى باتوا يدهشون اليوم. أحقا سوريا لا تزال قائمة؟ هي قائمة وستقيم العالم معها. مقاومة سوريا أتاحت للدول الكبرى التي تسعى الولايات المتحدة لتدميرها مثل روسيا والصين وإيران، أتاحت لهم مع حزب الله في لبنان ومع المقاومة في فلسطين أن يشكلوا قوة مقاومة في وجه هذا الطغيان العالمي. سوريا هي في القلب من هذه المقاومة الدولية التي تنادي باحترام الإنسان والإنسانية. آن لنا أن نفهم أن الإنسان كرامة، أن الإنسان حرية، أن الإنسان حب، أن الإنسان حياة، وأن الإنسان فرح. إن غابت عن عيونهم هذه القيم فإنها قد ظلت راسخة في أعماقنا طوال هذه السنوات العشر، سنوات جهنمية، ولكن خرجنا منها لنساعد العالم مع القوى المقاومة على بناء عالم إنساني يحترم الإنسان، لأن الإنسان خليقة الله. من يريد أن يحترم الله عليه أن يحترم الإنسان، كل إنسان دون استثناء، أينما كان وأيا كان وضعه. عليه أن يسعى لمنح كل إنسان المدى الكبير من الكرامة، من الفرح، من الثقة، من الحرية، من البحبوحة والطمأنينة، لكي يشعر الإنسان بأنه إنسان. سوريا دفعت ثمنا غاليا لكي توجه هذه الرسالة للعالم. أنا أفهم الرسالة من هنا وأريد أن أوجهها اليوم لإخوتي داخل الوطن وخارج الوطن، لإخوتي أي لكل إنسان على وجه الأرض. آن لنا أن نفهم أننا أسرة، أسرة واحدة. لا يجوز لنا أن نتحارب. قد يبدو ندائي هذا وهما، خيالا، طموحا، ولكنه الواقع. وقد آن لنا أن نفهم أننا إذا لم نتعامل كبشر، من إنسان لإنسان، بغض النظر عن أي انتماء ديني أو طائفي أو وطني
أو مالي أو سلطوي، إن لم نفهم ضرورة التعامل مع بعضنا البعض كبشر نظل دون البشر. أحبائي في سوريا، أهنئكم وأهنئ نفسي بكم. نحن اليوم نعاني من آلام هائلة، ولكننا سنتجاوزها بمحبتنا لبعضنا البعض، باحترامنا لبعضنا البعض، بتعاوننا مع بعضنا البعض، بتكافلنا لبعضنا البعض، بتحررنا لبعضنا البعض، كي نبني وطنا يكون نموذجا مثلما كانت سوريا منذ آلاف السنين، المهد الذي أخرج الأبجدية وأخرج الحضارات كلها. علينا اليوم أن نقدم النموذج لحضارة إنسانية جديدة تبدو في الوضع الراهن اليوم في سوريا وعلى نطاق العالم مجرد حلم. الأحلام وجدت لتعاش، والإنسان الذي يعيش في حلم كبير يكون كبيراً. فلنكن كلنا كبارا. تحيا سوريا.